مرت عمي لا تتوتري هيك. بكل حال ما كان غلطنا كل هالشي، كل المشاكل كانت بين سارلا وهديك البنت إشكي، لهيك سونالي مو غلطانة. الواحد بيتعاقب على أخطاء غيره، ليش لسه عم تحكي مع إشكي؟ أنا ما خبرتك إنه إذا ضليتي معها رح توقعي بمشكلة؟ شوفي هلأ بسببها وقعتي فيها. ستي أنت خراس ولا سكوت، قولي ليش كنتي عم تحكي معها؟ مو قلنا لك لا تحكي معها؟ أخي أنا ما كنت منتبهة إنه الكل عم يسمعونا. ليش كنتوا عم تحكوا بهي الأمور؟ أنا ما خبرتك إنك تضلي بعيدة عنا؟ بس لا، أنت ما بدك تسمعي كلامي. الواحد رح يتكهرب إذا هو وقف عند سلك كهرباء، هالشي صار، كلكم رح تتكهربوا. يا ستي لو سمحتي اسمعيني. بكفي، أنا ما بدي أسمع أي شي منك نهائياً، عم تفهمي؟ لهيك خدي كل كلامك اللي بدك تقولي لي إياه ورميه، ما حدا مهتم إنه يسمعك. مجرد الوقفة معك هي رح تسبب لنا مشكلة كبيرة بحياتنا. سونالي لا عاد تبكي، نحن رح نحكي مع حماتي ونهديها. خلاص ما رح يصير شيء، عادي. أنا وسونو حكينا بكل راحة، بس الحقيقة سونو إجت لعندي لنختصر كل هالقصة، من تحت راسك ترباية أختي صارت موضوع للنقاش. قصة أمي كانت جرح قديم، وبسببك أنت رجع انفتح هذا الجرح. أوعك تفكري إنه أختي مثلك، هي مانا خربت بيوت، ماشي؟ أنا قلت لك أكثر من مرة إنك تبعدي عن أختي. أنت ليش ما عم تفهمي؟ شو كان في داعي لكل هذا النقاش الفاضي معها؟ شي واحد ما بقدر أتحمل إني أشوفه. أختي وهي عم تبكي، وشي واحد ما بقدر أسمعه هو الحديث بصيرة لأمي. وبسببك أنت هدول الشغلتين اليوم أنا شفتهم وسمعتهم كمان. حكى بصيرة أمه واللي عملته، لهيك هو عم يخانقني. بس ليش سونالي خبت الحقيقة على الكل؟ أنا آسفة. مدام هاد بيت سونالي، لهيك هي لازم تتزوج هون. إذا زواج سونالي رح يصير بمكان تاني أنا رح وقفه. أنا لازم حط خطة لهذا الشيء. يا مدام صدقيني إشكي مو هيك. بكل الأحوال هي ممكن تبرر لي شيء، بس هلأ هي حطت سونالي بمشكلة مع حماتها. زواجها ممكن يتأخر، بس الست سارلا ما كانت رح تطلب الحكيم لهون. بس لما شافت إشكي هي طلبت الحكيم وجابته. إذا أنت حبيتي هالشي أو لا، بس اللي صار اليوم إشكي هي المسؤولة عنه. كيف بدي خبرها أنه الشي اللي صار بسببي مو بسبب بنتي إشكي؟ هي كانت عم تحكي عني وما كانت عم تحكي عنا. إشكي أنت اليوم عملتي مشكلة كبيرة، لهيك من شان الرب لازم تلاقي لنا حل للمشكلة. مايانك أنا وسونالي كنا بس... رجاءً ما بدي أي أعذار أو شرح. مايانك؟ ماما ممكن؟ لا تقاطعيني، بتعرفي بابا مريض كتير، مشان هيك نحن قررنا نتزوج هون. أخي أهان وستي عملوا معروف كبير معنا إنه رضيوا، ونحن شو اللي عملناه بالمقابل؟ قليلي شو؟ بسببك أنتي إشكي هن بمشكلة اليوم. بس اسمعني شو بدي أقول. أنتي بسببك هلأ سونالي ما رح تعمل عرسة هون بالبيت، وانتي لسه عم تبرري؟ انا مو مهتم اسمع منك ولا حتى كلمة صغيرة ابدا. انسي موضوع انه يفهمك بل ما تحكي. مايانك ما بده حتى يسمعك. إشكي انا كل اللي بدي اعرفه انه انتي بس ليش حكيتي مع سونالي هاد الحكي؟ إشكي انا عم احكي معك. إشكي احكي.
أنا ممكن أسألها هالشي، بس إذا هي لهلأ ما جاوبت حماتها المستقبلية فليش حتى تجاوبني؟ أنا شخص غريب، بس هي مع الأيام رح تصير كنتك. إشكي؟ أنا شو ممكن أتوقع من سكوتك؟ إنك غلطانة؟ بصراحة كل اللي بقدر أقول لك يا عمتي إني أنا آسفة على أي شيء قلته، بس أنا ماني خربت بيوت أبداً. هالكلام مو صحيح. ما إجا ليحكي معي، معقول يضل يتعامل معي هيك؟ اللي صار اليوم لازم لاقي له حل. إذا زواج سونالي صار بمكان تاني أنا هيك ما رح أقدر أخربه. يمكن ما تحس فيه، هذا الشيء مفهوم، بس على القليل اتطلع فيه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.